بعده في القنوات واخيرا مع مسبرقيبه فريق ما يستاهلش المرتبه نتاعو. انا قلت بالقدام فريق ما يستاهلش المرتبه اللي فيه هو ما يستاهلش. عاود الكرة مامادو دابو ممتاز التمرير ترجع من الدفاع ارجع خرق العادة رئيس جديد حد هذه من الجديان طويلة جاء حسن الحربيوي يدخل مامادو دابو يا فخر الدين الغريبي تعب حسن الحربيوي يتوغل يدخل معاه مامادو دابو ما فماش مخالفة ممتاز دفلك الدفاع مامادو بيوي ممتاز هذا اللاعب حسن الحربيوي يتوغل يدخل معاه مامادو دابو ما فماش مخالفة ممتاز دفلك الدفاع مامادو بيوي فوق ال 11 هدف يعني بالنسبة لهجوم بالنسبة لمكان مهدية فريق معناها في على مستوى ترجع من الحارس ترجع من الحارس ما فماش لاعب في كرة ثانية يعني سي محمد مامادو دابو يوزع ترجع الكرة ترجع كرة مكان المهدية مامادو دابو ممتاز الواحد اثنين مامادو دابو إلى اللاعب حسام الحارزي مامادو دابو ترجع هجوم إلى حسين الحربيوي ممتاز المراوغة حسين الحربيوي مازال يراوغ ويدخل مامادو دابو ممتاز تدخل من دابو في نصف الميدان من جانب مكان المهدية محرك الفريق محمد دابو بين الدلالي يدخل دابو مامادو دابو في جو سامر عيالي يدخل حيف ويدخل الدفاع يدخل دفاع جماعي جربة محاولة عكس الهجوم كرة في وسط الميدان كرة في وسط الميدان ترجع لأسامة العيالي يوقفوا في المكان المناسب باش يسجل وقاعد مخطر على قلب دفاع المكان زياد معقول حتى صدام الكرة في الدفاع كانت كرة مباشرة كان يعني يصنع الفارق في المحاولة الأخيرة يعني برضه هو اللي سهل الوضعية هذه كرة في وسط الميدان دابو انكسار طارق بن سعد دابو طارق بن سعد حاليا طارق بن سعد في وسط الميدان صدر الهبان محمد دابو دابو في جسد بن مغاد بن مغاد اتصال مع محمد ترجع في وسط الميدان محمد دابو سفيان مغاد محمد دابو من جديد سامر العيالي سامر حقق موقع جيد للتسديد الخلفات المرمى الثابت التوجيهات ماشي اللي ياخذ المكان المناسب ونجح التوجيهات قاعدة عشوائية ماشي منظمة هذا الشيء اللي خلى قاعدين المغادي المغادي بدون تركيز محمد دابو المغادي ديال المغادي ديال المغادي بدون تركيز محمد دابو المغادي تمرير الكرة خاش المكان شاغر مع الاسكاس كان من جانب فريق جماعي جربه وتم التدخل تدخل على مامادو دابو مخالفه تتفل بسرعه وسام العياري في عوز الكره يحاول المرور وسام العياري محاوله خطيره وفرصه الهدف لصالح مكارم المهديه وهدف الاول